قبل 3 سنوات بالضبط بدأ النزاع المسلح في منطقة إقليم الدنباس شرق أوكرانيا، وهو أول نزاع مسلح على أراضي أوكرانيا منذ استقلالها. الحرب في الشرق التي يطلق عليها الخبراء اسم الحرب الروسية الهجينة وتطلق عليها الحكومة الأوكرانية عملية مكافحة الإرهاب راح ضحيتها أكثر من 10,000 شخص، إضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى والمصابين، وأكثر من 2 مليون مواطن فقدوا منازلهم. كيف بدأت هذه الحرب؟ الإجابة في التقرير التالي. صبيحة 6 إبريل سنة 2014 استولى رجال ملثمون تابعون لروسيا على مبنى إدارة أمن الدولة الأوكراني في مدينة لوهانسك، بعد تعرض المبنى لهجوم بالقنابل الحارقة ألقاها المتظاهرون الذين أقاموا المتاريس ومنعوا حركة المرور في الشارع الرئيس ونصبوا الخيام أمام الحديقة المقابلة. الأحداث ذاتها تكررت في مدينة دونيتسك، حيث تجمع حشد من الناس وقاموا بطرد قوات الأمن الأوكرانية واقتحموا مقرات الإدارات التابعة لجهاز الأمن الأوكراني. بعد الاستيلاء غير المشروع على المباني الإدارية كلها تقريبا في دونيتسك ولوهانسك، دعا قادة الانفصاليين إلى استقلال مناطق لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وإعلان الجمهوريات الشعبية في كل منها. نعلن قيام جمهورية دونيتسك الشعبية دولة ذات السيادة. من أجل إنشاء دولة ديمقراطية ذات سيادة شعبية نعلن قيام جمهورية لوهانسك الشعبية. نعلن قيام جمهورية خاركيف الشعبية دولة ذات سيادة مستقلة. في منطقة خاركيف لم تستمر جمهورية ما تسمى خاركيف الشعبية أكثر من يوم واحد. في الصباح تمكن جنود من وحدات القوات الخاصة جاكور من تحرير مبنى مجلس المدينة من الغاصبين دون إطلاق رصاصة واحدة في أقل من نصف ساعة. حررنا المبنى في ظرف 18 دقيقة واعتقلنا حوالي 70 شخصا، صدرت أسلحتهم وأخمدنا الحريق. في 12 إبريل احتل مسلحون ملثمون مباني مراكز الأمن في كل نكرما تورسك وسلافيانسك. هذا المقطع المصور يظهر مجموعة من المقاتلين المسلحين يقتربون من مبنى مركز الشرطة في كراماتورسك. يتصدى لهم رئيس القسم فيتالي كالوباي ويحاول التفاوض معهم، ومع ذلك أطلق مجهولون النار في الهواء، ومن ثم بدأوا عملية اقتحام المبنى مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. ابتعدوا يا شباب، ابتعدوا إلى الرصيف. بعد الاستيلاء على المبنى زعم هؤلاء المسلحون الذين كانوا يتكلمون بلهجة غريبة أنهم من قوات الحماية الشعبية التي يفترض أن تحمي السكان من السلطات الأوكرانية. في مبنى مجلس المدينة سيكون مقاتلي الحماية الشعبية، وماذا يعني احتلال هذا المبنى؟ ما الفائدة من هذا؟ في سلافيانسك وفي اليوم ذاته استولى على مبنى قيادة الأجهزة الأمنية بقيادة المواطن الروسي المتقاعد إيغور جيركن الذي خدم في أجهزة الأمن الروسية. وتكررت هنا أيضا الاستراتيجية ذاتها، المقنعون، إطلاق النار واقتحام المؤسسات الحكومية وطرد العاملين فيها وبناء المتاريس وإقامة الحواجز على الطرق. من أين أتيت؟ من منطقة دونيتسك؟ من أين تحديداً؟ منطقة دونيتسك كبيرة، من أي مدينة؟ في اليوم التالي تعرضت قافلة عسكرية أوكرانية في سلافيانسك لإطلاق النار، مما أدى لمقتل قائد القوات الخاصة ألفا التابعة لإدارة أمن الدولة هنادي بليشينكو، وجرح 4 مسؤولين أمنيين آخرين. وقد أصدرت إدارة الرئاسة بياناً بهذا الصدد: أريقت دماء الأبطال الأوكرانيين على أرضنا، هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم لتبقى أوكرانيا موحدة ومستقلة وذات سيادة. هذه الدماء أريقت نتيجة الحرب التي أعلنتها روسيا ضد أوكرانيا. المعتدي لن يتوقف. هذه ليست حرباً بين الأوكرانيين، هذه إصلاحات مصطنعة، الغرض منها إضعاف وتدمير أوكرانيا. قرر مجلس الأمن القومي والدفاع إطلاق عملية مكافحة الإرهاب على نطاق واسع بمشاركة القوات المسلحة الأوكرانية. لن نسمح لروسيا تكرار سيناريو القرن في المنطقة الشرقية لأوكرانيا.
في الصباح عرض على أولئك الذين لم يطلقوا النار على عسكري الأجهزة الأمنية الأوكرانية تسليم أسلحتهم ومغادرة المباني الإدارية التي احتلوها، وبالمقابل ضمن ألكسندر تورتشينوف عدم معاقبتهم بناء على قرار قد وقعه ذاك الوقت. في صباح الرابع عشر بدأت عملية مكافحة الإرهاب التي شاركت فيها القوات المسلحة والحرس الوطني وإدارة أمن الدولة وكتائب المتطوعين وكل الشعب الأوكراني، وهذه الحرب لا تزال مستمرة.